مستمعين متابعين الكرام في كل مكان، أسعد الله مساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب من هنا من كأس العلا التاريخي، من هنا من كأس العلا الاستثنائي، مع هذه التحديات ومع هذه الانطلاقات في أول أو ثاني أيام هذا المهرجان هنا على أرض العلا، تجتمع نخبة النخبة في كأس العالم للهجن إن صح التعبير، لاجتماع عدة دول خليجية وعربية وعالمية مشاركة في هذا الكأس. في هذا الكأس الغالي انطلق وعلى بركة الله ثاني أشواطنا في هذا المساء، يحمل القعدان الحقايق، اندفعت الشعارات وانطلقت بحثا عن الكأس. 4 كيلومترات هي المسافة المحددة، هي المسافة المقررة والتي ستعلن لنا عن المتوج في هذا الشوط وفي البطل لهذا الكأس المنتظر. أتقدم لأتابع الصدارة، أتابع هنالك المقدمة والمركز الأول، ينطلق متعب ليتقدم، حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريد المري القادم من ميدان التحدي هنا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في كأس العلا. ينطلق البريدي ليمثل أبناء الشحانية، ليمثل أبناء دولة قطر هنا في كأس العلا. بينما المركز الثاني الانطلاق والحضور، التواجد من جزيل ليتقدم سعود بن محمد بن فهيد الرزق العجمي ممثلا لأبناء المملكة العربية السعودية، ينطلق وبرصيده رمز في مهرجان الملك عبد العزيز، ينطلق بن بيشان هنا من يندفع باندفاعة شعاره وانطلاقته على المركز الأول. المركز الثالث متابعين الأعزاء، هنا الحضور والانطلاق، يتقدم هنا اقدام عبد الله بن عامر بن حمد بن سعيد الجحافي ابناء السلطنه، حاضرين ومنطلقين متواجدين مع هذه المشاركه الخليجيه المتنوعه على المراكز الثلاثه الاولى. بينما المركز الرابع ارحب بهذا الانطلاق، بهذا الحضور، بهذا القدوم ليصل جنكيز ويتقدم متابعينا الكرام شعار سيدي صح صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود. مع المركز الرابع ينطلق حاملا لآمال وآماني وتطلعات أبناء المملكة العربية السعودية، بعد أن تجاوزنا نصف المسافة يحضر شعار سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود. المركز الخامس حضر وتقدم، وصل الفيصل ليتقدم هنا متابعين الكرام محمد بن عبد الله بن محمد بن 70 المحرمي، ولكن عودتنا مجددا إلى مقدمة الشوط، عودتنا مجددا إلى الصدارة، إلى مقدمة الشوط، إلى الصراع المبكر من أجل الكأس المنتظر، كأس العلا الاستثنائي، كأس العلا التاريخي. ينطلق بن بيشان ليمثل أبناء المملكة العربية السعودية، على عاتقيك آمالهم وطموحاتهم يا بن بيشان، يا بن بيشان، يا مالك الساعي. ولكن مالك لبى، مالك لبى، والعديد من الأسماء. ينطلق البريدي حمد بن جار الله بن علي بن حسين البريدي بانطلاقة شعاره على المقدمة الأولى وعلى الصدارة باندفاعة متعب. بينما المركز الثاني مقدام بشعار عبد الله بن عامر بن حمد بن سعيد الجحافي أبناء السلطنة وأبناء الإمارات. والمركز الخامس رحبوا بهذا البطل، هذا البطل منا متابعين الكرام، وصل هنا وتقدم بن سالمين المنصوري مع زومان وثلاثة رموز في الرصيد، ينطلق هنا متابعين الكرام، ولكن
ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى الصدارة، إلى بن سبعين المحرمي، المحرمي مع الصدارة، مع المقدمة الأولى، مع الفيصل ينطلق بن سبعين المحرمي بانطلاقة الفيصل مع المقدمة، أبناء دولة الإمارات مع المركز الأول، مع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني أبناء السلطنة، أبناء عمان، ولكن بن سبعين، بن سبعين المحرمي بدون أوامر، الفيصل مع الصدارة، الفيصل مع المقدمة، مع كأس العلا بدون أوامر، منبغى العلا سهر الليالي، يا بن سبعين يا المحرمي يا هدوء أعصابك، روح مع الكاس، مع الكاس، مع الذهب، ذهب يا بن سبعين، ذهب، ذهب يا المحرمي، ذهب، كاس العلا إلى أبناء دولة الإمارات، إلى بن سبعين المحرمي، مع الفيصل، الفيصل بطل كأس العلا، للحقائق مع الكاس، بن سبعين المحرمي بطل كأس العلا، للحقائق القعدان، تهانينا والنماس له على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار المميز مع شعار بن سبعين المحرمي المركز الثاني. متابعين الكرام، كان وصول مقدام بشعار عبد الله بن عامر بن حمد بن سعيد الجحافي المركز الثالث، وصل جنكيز بشعار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود المركز الرابع، وصل متابعين الكرام زومان بشعار سعيد بن محمد بن سالمين المنصوري المركز الخامس، وصل قاصد بشعار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي. هكذا متابعينا الأعزاء كانت تحديات ومنافسات كأس العلا للقعدان الحقايق، وكان الفيصل هو بطلا لهذا الشوط بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي، من ذهب بالسلام وبالانتصار إلى الأشقاء هناك في دولة الإمارات مع هذا الشعار ومع انطلاقة الفيصل بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي. قدم الأداء الجميل وقدم الأداء الرائع والعروض المميزة مع آخر الأمتار ليهدي أبناء دولة الإمارات هذا الفوز وهذا الانتصار مع شعار محمد بن عبد الله بن محمد بن سبعين المحرمي. ونذكر السادة المشاركين والمتابعين بأن التتويج لأصحاب المراكز الثلاث سوف يكون متابعينا الكرام أصحاب الرموز، التتويج سيكون بعد نهاية شوطنا الرابع في هذا المساء.